نتمنى تكونوا كامل ملاح وبصحة جيدة. لوغ اليوم جبت لكم دو غوسيت هايلين. جبت لكم لا غوسيت تاع البولي او زوليف مع لا بوم دو تير نوفيل، مع هذيك البطاطا الصغيرة اللي نخلوها يعيطولها اون غوب دي شون. علاه اون غوب دي شون؟ خاطر نخليوها بالقشرة ديالها. دركا رايحين نتعرفوا على لي زانغريديون تاع لا بروميير غوسيت. لا دوزيام غوسيت سي اون كريم بيستاش فريز، بزاف بنينه وسهله. انا يا جادور لا بيستاش، نورمالمون تعرفوني نموت على حاجه اسمها بيستاش. ما غلاس بريفيري سي لا غلاس او بيستاش. نحب هذيك لا باتا تارتيني او بيستاش. المهم سي اون سافور كو جادور. اي رايحين نبداو دوكا بلي زانغريديون تاع هاد التويجه اللي رايحين نديرو. دونك نسحقوا التويجه هادي، ما لازمش تكون كبيره بزاف، تكون موين، ني صغيره صغيره ني كبيره، خاطر هذيك الكبيره ايل فا بروندر دو طون باش طيب، وميم كي طيب ما تجيش كيما هكا، كي تكون صغيره هكا تجي بنينه خير. دونك نسحقوا هنايا دجاجه. عندي ابوبري كيلو تاع البطاطا هادي الصغيره، تغسلوها مليح، جوست تغسلوها وتغليوها مده 15 دقيقه، تما اون دومي كويسون، باش اون فوا كنديروها في الفور طيب vraiment مليح. دونك هنايا عندي بطاطا، عندي حبه قارص، رند، زعتره، شويه عسل، عندي لا موتارد، ثوم والزيتون. اي رايحين نبداو توت سويت. دونك ناخذوا الدجاجه تاعنا اون فا لا فيسلي، نربطوها باش ما تروح نول باغ، باش ما تهرب لناش. دركا ندي اون بلونش ا ديكوبي مع الخيط. دونك ناخذ ما بلونش، ناخذ هاد الجويجه هالا، نوجد مقص لا فيسيل، هاد الخيط هذايا تاع البوشي. على بالي بلي نتوما تاني اشاك فوا كتسحقوا الخيط هذا اللي تربطوا به الحمة تلقاوهش، انا تاني كيما نتوما. اون توكا اذا ما لقيتوش استعملوا اي خيط خشن بيض عندكم في الدار، يلفخا لافير، خاطر ابخي مور لا كويسون رايحين نحيوه. دونك ناخذ هاد الدجاجه نحطها هكايا، ورايحه نربط لها لي كويس ونربطها هنايا او نيفو دي زيل باش تشد روحها وما تتحلش لوغ دو لا كويسون. دونك ناخذ هكذايا ان بو دو فيسيل هنا ونربط لها الجناحتين هكذايا، جوست نربطها في الوسط باش هادوك الجناحتين يتلمو وتجي شابه. هنا نحيو ليكسيدون تاع الخيط ونربطو تانيت. قلت لكم لو كان ما درتش ديكات ما تسماش مونيكو. دوك طاح نجري مور الخيط كي المهبوله اون بلان بلاطو. ها نروح نجيب الخيط. كي صرات كيما هذيك القطه هذاك اللي يروح يجري مور لا بولو دو بولو دو لين. انا خبيها هكا باش ما يزيدش يهرب. ناخذ هاد لا فيسيل ونربط هكذايا لي بتيت كويس. قلت لكم لوبجيكتيف سي كو تتلم هذيك الدجاجه، هذا ما كان. كان جيت تنطق هاد الدجاجه تقول لكم حكمتوني، ذبحتوني، سلختوني، غسلتوني، دوكا حابين تربطوني. مسكينه دويجه. فوالا تري بيان، ونقطع ليك سيدو. فوالا بروميير ايتاب راين دارت. لا دوزيام ايتاب دركا سي لا ماريناد. رايحه نخلط كامل هاد لي زانغريديون ونزيد لهم لي لي زيبيس و جو في باديجوني الدجاجه. دونك ناخذ ان ريسيبيون وناخذ لو مول لي يروح الفور لي حنحط فيه الدجاجه، نحطها ديريكتومون هنا. دركا نحضروا لا ماريناد. بور لا ماريناد شوفوا واش نسحق هنا. رايحه ندير شويه ثوم، هنا عندي اون بات تاع الثوم
يعني كي توجدوا لاباتي تاع الثوم على الافونس ولا غير تربحوا الوقته، تاخذوا الثوم ترحيوه مع شويه زيت الزيتون وشويه ملح، ديروه دون دي بوكو وتخبوه في الفريجيدير وطيبوا به. هكا تيفيتي واشاك فوا كتستعملوا الثوم تروحوا تقشروا وترابيو ايتترا. ندير مغرفه تاع لا موتارد، الدجاج يحب لا موتارد. نديروا مغرفه كبيره تاع العسل هكذا. بور لي زيبيس عندي هنايا الملح، وندير ملح او ندير فلفل كحل، شويه كمون، شويه كركم، وشويه بابريكا. تقدروا ما تزيدوا هذيك لي بيس سبيسيال بولي. دونك ندير فلفل كحل، شويه ملح ما ننساهش. هذا نزيدوا البابريكا اللي هو الفلفل الاحمر الحلو. ايوا هكا، شويه كركم وشويه كمون. وقلت لكم تقدروا تزيدوا هذيك لي بيس سبيسيال بولي، انا جلادور فريمون تبنن بزاف الدجاج. نخلط هكذايا مليح ونزيد شويه زيت الزيتون، تري امبورطون زيت الزيتون. تقدروا ميم ديروا زبده، زيت ونخلط هكذايا نتحصل على اون بيل ماريناد. تري بيان، نديرو شويه تاع الماء باش نحلوها بور لا ديلوي. فوالا جوست شويه، قلت لكم بور لا ديلوي باش نحلوها. وشوفوا شحال سهله. كاين تاني واحد الطريقه سيدها وجاتني بزاف هايله، تاخذوا هاد لا ميم مارينات وزالي باديجوني الدجاجه تاعكم، تقطعوا حبه بصل كبيره ديروها في مرميطه، تحطوا الدجاجه تما تحمر شويه دي دو كوتي، ومن بعد تمرقوا وتمرقوا بزاف، تغرقوها بالماء كلي ريحه تغلي داخل الماء. ديروا مرميطه كبيره تخليوها طيبه ببخي واحد 20 مينوت نص ساعه، تما نص طياب تغلي تغلي شويه. كي تغلي في هذاك الماء تنحيوها، ديروا لها شويه زبده من الفوق وتحطوها طيب في الفوق. هذاك الماء هذيك المرميطه كيما راهي تميكسيوها وتزيدوا لها ان بول تاع الفداوش الفيرميسال، وتزيدوا شويه فيرميسال مع شويه حشيش مقطفه، وصدقوني تجيكم واحد لا سوب، واحد الشربه شغل سي سورت دو شربه تاع الدجاج بيضه. اي رايحين ديروا دو دو زون سورتو زعما في رمضان ولا ديروا هكا دجاجه، باسكو الشغل الدجاجه هذيك كي تغلي في هذاك الماء بك لي زيبيسيتو راح يولي لكم ان بويون دو بولي، يولي لكم مرق دجاج. وتزيدوا لها قلت لكم تميكسيوها، تزيدوا لها الفيرميسال راح تتقال لكم بهذوك لي فيرميسال، تزيدوا لها حشيش مقطفه تجيكم واحد الشوربه فريمون هايله. فسي سي سوغ دو شوربه حريره، عيطوا لها كيما حبيتو، مي فو زوري ان بلا اي اون انتري اون ميم طون. دونك هنايا راهي وجدت لا مارينات بلوتو، راهي وجدتها. ناخد ان طانسو اي جو في باديجوني لو بولي. فوالا هكذا جينيروزمون. Badigeons bien. Surtout au niveau des cuisses, même le dakhl. Le dakhl, on a toujours le bouquet garni. Enfin, on a le harand avec une tranche de l'alqar à l'intérieur. Pour que tu te mets le mélèche dans le dakhl. Et on ne sait pas si tu as mis le là on déroule un massage, on va la caresser هكذا هكذا يتجويجا. نصيحه بارابور للدجاج، كي تشرو الدجاج عند البوشي قولوا له ما يشوطوه لكمش دون لو كا وين ما رايحينش تطيبوه هذاك النهار، خاطر يريح
هذه تيستي اي تروفي وهذه تجي عن تجربه اللي نحكي لكم. كاين بزاف ناس دايوغ انايا مون بروبر بير ما يحبش ياكل دجاج يقول لك فيه الريحه، يضل يقول لك فيه الريحه فيه حنا انا جامي كومبري شنو هذه الريحه. اي بان كي كبرت فهمت بلي فهمت شنو هذيك الريحه اللي كان يحكي عليها. اون فات كي كي البوشي يشوط لكم الدجاج كي شغل ريح يطيبو شغل شغل السخانه هذيك اللي من الفوق هي ريحه طيب هذيك الجلده، ولو كان ما تغسلوهش وطيبوه تو شويه ومن بعد او رايح يطلق واحد الريحه ما اذا غسلتوه وخبيتوه سي مور ما هذيك هي الضربه سي مور ما تخبيوه مور ما ديروه في الكونجيلاتور وتجبدوه من بعد طيبوه وزالي تروفي كو فيه اون بيتيت اودور ديزاغريابل لا بروشين فوا اسيي دو فو ريماركي سا. دونك نصيحتي ليكم سي كو ما تشوطوش الدجاج اذا ما راكوش ناويين طيبوه هذاك النهار. اذا زعما شريتو دجاجه وعلى بالكم بلي راكو حاين طيبو غير مورسو اليوم والباقي تخبوه في الكونجيلاتور ما تشوطوهاش. كي تروحوا للدار نقيوها هكا بعقلكم وشتو كيفاش بكري في الدار كيفاش نشوطو. نشوطو غير لي زيكستريميتي تاع الجناحتين لي زيكستريميتي تاع تاع لي كويس ما نشوطوهاش كاع. باغ كونطخ دوكا عند البوشي يحكم هذاك لي مورسو تاع الدجاج بالشاليمو يعطيها تش حتى تولي كحله. دونك كي شغل راهي طابت راهي نص طيبه الوغ كو ماهيش ميم با مغسوله. الوغ فو زيفيتي دو تشوطوا الدجاج تاعكم عند البوشي اذا ما رايحينش طيبوه تو شويت. اذا رايحين طيبوه هذاك النهار با بروبليم فو بوفي يقدر يشوطه لكم. فوالا دوك ندير زعيطره هذيك هكذا من الفوق والباقي نديرو داخل لو بولي. شفتوني درت دو ترونش تاع السيترون داخل الدجاج فوالا هذيك الورقه تاع الرند. ما ننساوش نملحوا الدجاج تاعنا من الداخل سي تري امبورطون باش ما يجيش صامت. ودركا هاد لا مارينات اللي قعدت رايحه ندير فيها البطاطا. البطاطا قلت لكم غلوها نص طياب غلوها ببخي 20 مينوت. ونخلط هكايا باش تتشرب مليح بكامل هذيك لا مارينات. نروح نفرغها فوق الدجاجة نحي هادو باش تشوفوا مليح باش لسباس ما يكونش بغويان. ونحط هادوك لي بوم دو تيغ. بوم دو تيغ اون روب دي شون. علاش اون روب دي شون؟ باسكو ال بورت توجور لا روب تاعها لا بوم دو تيغ معناتها القشره القشره هذيك هي لا روب. دركا عندي الزيتون، الزيتون نكونو غليناه او موان دو فوا باش نحيولو كامل هاديك الملوحية. ونحط لي زوليف هكذا باش يطيبو مع الدجاجة. هاد الدجاجة لو طون دو كويسون تاعها سي ا بوبخي اون اوغ اي دمي ساعة ونص. بوندون هاديك ساعة ونص كل نص ساعة تقلبوها عندكم نص ساعة هكذا نص ساعة تقلبوها على هذاك الكوتي ومن بعد 15 مينوت دي دو كوتي راح طيب لكم. قلت لكم خذوا دجاجه دان كاليبر صغير باش طيب لكم بالخف فوالا. وهكذايا نكونوا درنا ان بلا فاميليال ا بارطاجي تاع عرضه تاع ضيافه وبنين اي سورتو سهل بزاف فوالا. دركا اون فا لونفورني كيما قلت لكم مده ساعه ونص. سا بو فو بروندر 2 ساعه اذا الدجاجه تاعكم كانت كبيره بزاف. مي هنايا سي اون دجاجه موين تاع ابوبخي 2 كيلو ولا 1 كيلو اي دمي 1 كيلو 700. نديروها طيب مده قلت لكم ساعه ونص ا 200 دوغري 220 دوغري يطلعوا لها النار. ما ديروهاش 180 دوغري سي با ان غاتو. تحبوا تغطيوها غطيوها مي اذا ما غطيتوهاش فو فيت تري اتونسيون تقلبوها اشاك فوا كو تتحمر. فوالا ما ننساوش نديرو لها شويه تاع الماء فريمون شويه باسكو ريحه تطلق الماء تاعها هكذا شويه ما باش ما تحرقناش
ونحطوها طيب. انا نعاود نولي لكم في بضع دقائق مام با. دوك نعاودو نوليو باش نشوفو التحليه اللي نديرو اليوم لو ديسير بيستاش فريز كو جادور. تلاقينا pour la deuxième recette et c'est une crème pistache et fraise. عبالكم لي غورمون شحال بنينه وسهله, vous n'allez pas regretter. شوفوا واش لازم لنا كوم انغريديون. دونك نسحق هنايا حبه قارص pour le coulis de fraise, عندي سكر, عندي حليب مركز du lait concentré sucré, عندي 100 غرام برك تاع البيستاش, عندي هنايا du de la maïzena, les fraises والحليب. شوفوا كيفاش رايحين نخدموها, اسهل من هذا ما كاش. رايحين اون فا ميكسي لي بيستاش, انا ديجا راهي عندي اون بودغ مي نزيد ميكسيها. علاه؟ باش ليبر كامل هذيك الزيوت تاعها وتولي لي شغل كوم اون بات. شوفوا نبداو نميكسيها هي الاولى هكذايا. الوغ فوالا, كي نشوفوها بدات تلصق في لي باغوا تاع لو روبو, معناتها راهي بدات اللي بيغ هذوك لي ليكيد اي لي زويل تاعها. دركا رايحين نزيدو السكر مع لو لي كونسونطري. مونيكوك من داك دير لكم دي روسيت هيلثي, من داك دير لكم دي روسيت ماشي كاع هيلثي. لي كونسونطري والسكر والدنيا بصح عباكم تجي بنينه, تجي بزاف بزاف بنينه. Parfois on se fait plaisir et parfois on fait attention. Nzi dozu jum garf ta maizena. Voilà. Nzi do litra ta halib. ونميكسيو كلش. اون فوا كو ميكسينا اون فا ترانسفيري هاد لو ميلانج في الكاسرونه اون فا ليبيسير ونخليوها تعقد. مي وشنو لازم نقعدو قدامها ونخلطوها بالفوي. دونك نحط هنايا كاسرونه نشعل عليها ونحط هاد لو ميلونج تاع لا كريم دو بيستاش. هنا تقدروا تزيدوا دو لاغوم بيستاش, تقدروا تزيدوا لا فاني, تقدروا تزيدوا ان بو دو كولورون فير زعما بور تريشي وباش تجي شابه. كوم تقدروا تخليوها هكذا ناتوريل. ان توكا ديروا في بالكم بلي لا كولور ناتوريل تاع لي بيستاش, ان توكا لي بيستاش الجيريان, خاطر كاين لي بيستاش تاع تاع سوريا, لي بيستاش تاع لا تركي, لي بيستاش تاع فرنسا. عباكم بلي لان دي بلو غران برودكتور دو بيستاش سي لا تركي, بيستاش اي نوازيت موراه ديريكتومون تجي فرنسا, تجي لا فرنسا. سي لون دي بلو غران برودكتريس دو نوازيت اي دو بيستاش او موند. مي لا تركي عندها بلوس دو فاريتي, ميم لي نوازيت فيهم دي فاريتي وفيهم دي كاليبر ديفيرون. دونك لا بيستاش تاني كاين دي فاريتي, كاين هذيك لا بيستاش اللي تجي خضراء كامل, هذيك سي لا بيستاش دي تاع ايران اي الي فريمون تري رار. وكاين ثاني لا بيستاش تاع اللي تجي فيوليت من الفوق كامل فيوليت, كاين اللي تجي خضراء مع الفيولي اللي كيما نعرفوا احنايا هنايا في الجزائر وفي الشرق ثاني. دونك هذيك كي تميكسيوها رايحه تجيكم اون كولور فيرت تري فونسي ليميت ان بو ماروني. دونك نعاونوها شويه افيك كيلكو كيلكو بيغمون باش تخرج لنا هكذاك خضره. دونك هنايا ناخذ لو فوي ولا ناخذ اون سباتول ونقعد هكذايا نحرك حتى وين هاد لو ميلونج اي لي بيسي, حتى وين تعقد. هنا نقص لها النار, نحي هادوما وناخذ كسرونه واحده اخرى اللي انا راح نطيب عليها بلوتو نطيب فيها لو كولي دو فريز. دونك لو كولي دو فريز
بزاف ساهل. نديرو شويه قارص، نديرو شويه شويه اسمو السكر، ابري اون ميكس اي اون اوبتيان ان كولي دو فريز. لو هنا لي فريز تاعي راهم طايبين مليح. Et c'est bien parce que plus il est bien, plus le coulis il est mieux. Aïn ira hitanit à la crème, je me délige les grumeaux. Voilà, on coupe avec des chiffres très grands. On coupe les fraises. Je ne vais pas le faire. On a une cuisson au minimum. وكما قلت لكم vous pouvez tricher ou تزيدوا un peu de colorant alimentaire باش تجيكم لا كريم تاعكم خضراء. صدقوني elle est très très bonne، بنينه بزاف. تقدروا ميم تزيدوا لها على شوفوا اذا ما عندكمش هذاك لو لي كونسونطري ديروا لها شويه شوكولا بلون دايبه. فوالا شويه شوكولا بيضاء elle fera parfaitement l'affaire. En fait هذيك سي الطبقه الاولى راح نحطوها في كؤوس في دي فيرين. هذيك سي الطبقه الاولى اي لو كولي سي لا دوزيام كوش. هلا هنا راني نشوف بلي كاين كومونس اكروشي بدات تشد في لي كوتي دونك نحركها نبقى قدامها باش ما ديرليش لي غرومو ما تتحرقليش ونقصوا لها النار. في كو انا شو ان تران دو فير اون اوتر اوبيراسيون ا كوتي راني نخدم هنايا ا كوتي دونك جو برون با لو ريسك نقص لها النار في المينيموم. عندي هنايا قلت لكم لي فريز نزيد لهم شويه سكر ونزيد لهم جو دو سيترون. وعلاش في ميزكم نديرو جو دو سيترون؟ خاطر لي زاغروم تاني تكونتين بوكو دو بيكتين اي لا بيكتين هي لي ال بيرمي باش الوسمو يعقد باش لا كونفيتور ولا لو كولي يعقد. نحط هنايا فوق النار نشعل عليها فوالا. شعلوا لها افو فيف، شعلوا لها النار عاليه. هنا لا كريم نبقى نحرك فيها فوالا. هنا جو برون اون سباتول باش نحرك هاد لي زانغريديون. فوالا هنا عندي جو دو سيترون مع السكر مع لي فريز، ما تزيدولهاش الماء هذوك، هذيك لا فريز هي اللي راح تطلق كامل الماء ديالها. هنا ما نحبسش من التحرك فوالا. راهي بدات تتقالي دوكا، غير تبدا دير دي بول كونت ايل كومونس ا فورمي دي بتيت بول تما اللي نروح نطفي عليها. نقص لها النار راهي او مينيموم. فوالا هنا راهي بدات دير لي فقاعات كيما راكو تشوفوا فيهم، شفتوا كيفاش راهي دير دي بتيت بول. هنايا نقدر نطفي عليها فوالا. لا ما كريم الي بريت، نطفي فوالا. تري تري بيل كريم. هاد لو ديسير vous allez pas regretter. نحي هادو هنا لي فريز راهم بداو يطيبوا، نقص لهم شويه النار فوالا. وهنايا راح نغشوا شويه اون با ان بو تريشي باش تجينا اون بيل كولور فير بيستاش. نزيدوا لها شويه الكولورون ولا لاروم دو بيستاش. جبتوا هنايا خبيتو
حبيتو لو بيتي كولوران ونديرو فريمون شويه بو ريوسي لا كولور تاع لي بيستاش خاطر ديجا راهي خضراء مي حبيتها تكون ان بو بلو فيرت ونقعد نزيد فريمون بشويه باش ما تغلبنيش يغلبونيش لي بيغمون Voilà, هكذا سي بون درت لها فريمون شويه جي با اكزاجيري باش جو غارد هذيك لا كولور ناتوريل تاع لا بيستاش فوالا دركا نبداو نحطو فليفيرين نحي هادو هنا ناخذ الغراف ونعمر لي فيرين وما تنسوش بليك رايحين نديروا لهم طبقه واحده اخرى تاع لو كولي تاع لي فريز اللي راهو هنايا فوالا دوكا لو كولي دو فريز نطفي عليه دركا عندكم دو شوا سوا تخليوه هكا داك دي بيتي مورسو دو فريز وديروه من الفوق سوا تميكسيوه دركا انا جو في ميتر اون كوش هكذايا تاع لا كريم على بيستاش نخليها غير دير لا كروت من الفوق شتو كونتي كومونس ا كروتي كي دير هذيك لا بيليكول من الفوق تما اللي نقدر نزيد شوي لا كوش تاع لو كولي دو فريز وانا نقول لكم بقاو هنا وما تروحوش بعيد خاطر رايحين نعاودو نتلاقاو على طاوله التقديم باش نشوفوا الاطباق اللي طيبناهم اليوم لقينا على طاولة التقديم باش نشوفوا الأطباق اللي درناهم اليوم كطبق رئيسي درنا دجاجة مشوية روتي في الفور افيك دي بوم دو تير اون روب دي شون اكسبليكيت لكم وشنو روب دي شون معناتها نخليو جوست هذيك القشره تاعها نغسلوهم مليح نغلوهم شويه ونديروهم يطيبوا مع الدجاجه والزيتون تجي هايله تجي بالطبع وتجي فريمون تحمر لكم وجهكم اكم دوزيام غوسيت درنا دي فيرين تاع كريم دو بيستاش من الفوق كولي دو فريز واش نقول لكم سي غورمون سي فوندون سي تري بون جربوها ما رايحينش تندموا اذا فاتكم اي وصفه رايحين تلقاوها في الموقع اللي راه يجوز اسفل الشاشه وانا نقول لكم نتلاقاو غدوه ان شاء الله على قناتكم زهره تي في في ميسيون لا غورمانديز مع مونيكو كي ديسي لا تهلاو بزاف في روحكم